شوارع بلا دعايات، هكذا بدا المشهد بعد يوم من غلق صناديق الاقتراع، إذ اختفت أغلب صور المرشحين من الشوارع والساحات ورفعت من فوق المباني بعد نحو 3 أشهر من انطلاق الحملة الانتخابية. قدر المستطاع اليوم الظهر نخلص الحملة، شارع 28 نيسان، شارع يافا، شارع الشواف، الشوارع الرئيسية اللي التابعة لبلدية الكرخ. رفعون الدعايات الانتخابية اللي بداخل الأفرع والأزقة، يعني هسه اللي احنا جايين نشوفه رفعوا بس الدعايات الانتخابية الموجودة على الشوارع العامة. والله يعني الأفضل شيء يعني ترفع من الشوارع الداخلية والرئيسية، لأن منظرها مو حلو، ده يشوه يعني شكل الشارع. وبحسب قانون الدوائر الصغيرة الذي غير من شكل الدعاية الانتخابية وجعلها مناطقية أي ضمن دائرة المرشح، هذا الإجراء خفض من حدة الدعايات الانتخابية بعدما كانت تشهد فوضى كبيرة. نحن كمفوضية ألزمنا الكيانات السياسية وأيضا الأحزاب السياسية وأيضا المرشحين بضرورة رفع هذه اللافتات وعدم تركها في الشوارع، وعلى من يتم رصدها من خلال فرقنا الجوالة يتم إبلاغ المرشح أو الكيان بضرورة رفعها، في حالة عدم رفعها سوف يتم رفعها من قبل موظفين من أمانة بغداد وتغريم مبلغ الغرامة من الأحزاب والكيانات واستقطاعها من مبلغ التأمينات التي تكون لدى المفوضية. ولم يقتصر الأمر على كثرة أو قلة دعايات المتنافسين، بل زادت أحجام الدعاية، فتارة ترى صورة كبيرة لمرشح ما يصعب إزالتها، وتارة ترى أخرى صغيرة، وثالثة أصغر بكثير. وبعد أقل من 24 ساعة على انتهاء الانتخابات البرلمانية، باشرت الجهات ذات العلاقة منذ الصباح الباكر برفع ملصقات الدعايات الانتخابية للمرشحين من شوارع العاصمة بغداد لتعود إلى سابق عهدها. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.